طيب غادي نرجعوا باش نتواصلوا مع كل المستمعين وناخذوا معنا فاطمه الزهراء من تيرودنت باش ان شاء الله خدينا وقت معها باش ما تحيد التوتر ديالها وتقدر تحكي لنا من قلبها. فاطمه الزهراء من تيرودنت مرحبا بك. الله يبارك فيك اخويا مصطفى كيدير؟ الله يبارك فيك فاطمه الزهراء. اسمح لي نخل موقع باش فاطمه الزهراء شحال في العمر ديالك انت يا فاطمه الزهراء؟ تكون 27 عام. هادشي اللي بغيتي تحكيه لنا من قلبك اللي ضرك؟ من قلبي وداري قسما بالله الا داري وبشي. فوقاش اش مرحله في عمرك ديالك اشنو زعما من وقت بغيتي تعاودي لنا اش من لا كلشي ما عنديش في حياتي شي حاجه زوينه كلشي خايب. مع من تربيتي وفين خلاقيتي؟ انا خلاقيت زادي تيرودنت ومن اللي كنت صغير عندي ما مريضه نفسيا ياك وبما دخل عندي بتكون شي سنين سبع سنين خلى لينا ما كنقسم لك بالليل نهار مات جات عندنا المراه كتبكي وما يقولوا لي الناس ما تبكيش راه غادي تبكيهم زعما انا واخواتاتي وهي تقول لهم لا انا ما كنبكيش حيت باهم مات انا كنبكي حيت ما خلاهم لقيت شي واحد وبصح وانا داك الشيء جا من عند الله مرحبا الموت كتجي من عند الله ما حالتها امك ما كانت واش كانت من مده وانتم كنتوا كتشوفوها كتعيش مشاكل نفسيه من مده ولكن دابا اللي دارني بزاف هو بدلنا السكنه سيدنا الله ينصرو عطانا المهم فرق شي ديور هنايا فين كنسكنوا دابا ياك وكنا مستافدين وخدينا دار والحمد لله احنا بعدا عايشين فيها ولكن اللي دارتي هو كنت مع واحد السيد ياك واخا دابا قبل ما نرجعوا لهذ القضيه اللي حيت دابا انت بديتي كتعاودي لي بشويه عليك خذي وقتك اسمح لي راه متوتره والله بشويه عليك شي باللي هدرت معاك وطلعتي كنت امنيتي فوقاش فقدتي الوالد انتيا؟ فقدتو بتكون شي في عمري شي ست سنين كيف قلت لك كل سبع سنين وبقيتوا عايشين مع اخوالكم ولا لا لا بقينا غير انا وما وعندي جوج خواتاتي وخويا شكون اللي كان كيبر بيكم وشكون اللي كان كيدبر هذا هو المشكل هو كان تما غير كتساعد باش تجيب لينا ما ناكلو فهمتي اها كنت كتساعد باش تجيب لينا ما ناكلو حتى كبرنا المهم كبرنا صافي بقات في ديك الحاله هكا كنقسم لك والله الا عاد الحجر صحي الا عاد دابا جلسه في الدار فهمتي وإن عليناش انا المشكل ديالي دابا هو كنت مع واحد السيد فهمتي وقريب لينا المهم ماشي جيراننا ولكن ما بيناتناش وبينو بزاف فين كنتي معاه؟ كنت انا خدامه في الخير معاك اييه وهو كنت هو عنده البيكوب كيجيب العيالات اييه شافني تما قال لي عجبتيني بغيتك انا حاولت ما بغيتش قلت لي لا ولد الناس انا راه انا زعما ما غير كتسعه وما سميتو قلت لي ما تضحكش عليا ما تقولش لي بحال هاد الهضره الله يعاونك شوف شي واحد اخر قلت لي ما تديرش معايا قلت لي شكون دابا اللي مازال كيبغي الزواج قلت لي لا ما تضحك عليا هو يقول لي لا والله الا باغيك المهم تيهضر معايا وجلسنا شحال طولنا واحد شويه فهمتي ساقوا عائلته الخبر بلي انا كاينه معاه قالوا لي قالت لي امها بنت الحمقى ما دخلش عليا فهمتي المهم داني بقينا كنتشافوا بقى كيطلع فيا بقى كيعطيني الفلوس كيعطيني يشري لي اللي بغيتها كنت نقول لي من داك الانسان ما يسمع فيا حتى شي حاجه غير كنبقى فيه كيشوف ما كتجلس في الزنقه كتسعى كيجي كيقول لي انا بنت يمك اليوم هاكي غادي نعطيك عادي غادي نعطيك عادي فهمتي كيطلع فيا وكيبكي من جهتي داك الشيء باش تصدمت كنقسم لك بالله اخويا مصطفى كيبكي من جهتي كيقول لي كتبخي فيا ويسوني عليك ما خاصك شي حاجه واحد ما شدني بغيت تكرفس عليا وعندي ما دابا ولد هذا الشيء اللي دارني
لا ما فيهاش. شكون؟ اسمح لي. هو بون اسمح لي اخويا. هادشي اللي وقع، هادشي اللي وقع لك معاه وشداك وهذا وتنصبك وداكشي، واش كان، واش ديك الوقيته شحال كانت عندك في عمرك؟ دابا عند ولدي 7 سنين، وديك الساعة بتكون في عمري شي 19 عام، فاش كنت حاملة. 19 عام. شوفي وي امك، المهم امك مجلية وانتي معاه كتسمع. كنقسم لك بالله مصطفى، زعما الا فاش دخلت عزا ولدي معاه هو كره لي حتى ولد، الا فاش دخلت عزا ولدي كنقسم لك بالله، الا ما جالسه ودخلت عزا ولدي وهي تقول لي يما شكون هذا، قلت لها ولدي، قالت لي علاه تزوجتي، وقلت لها هي ما راه تزوجت وطلقت، وهي تقول لي نشوف ولدك عرفتي، ما سولتني على حتى شي حاجه حيت ما كايناش في هذا العالم، فهمتي؟ ومستغل هذيك كنقسم لكم الله في مصطفى، اللي فاش مشيت عند البوليس قلت لهم انا راه منكم الواجدين، انا غير ولدي ميتي، انا ضعت حياتي من الاول، ما عنديش مشكل غير ولدي ميتي، علاش ما بغيتش تكون عندي شي تجربه خايبه في حياتي؟ المهم استدعاو جو لعندهم، عطيتهم السميه الكنيه، جا لعندهم سونا وهادي، وقفوا معايا جا عندهم ويقول لهم، قالوا لي شكون عندي اصلا؟ قولوا ما عندي غير ماهر حمقه وراه كتشعى في الشاقه. سيف ديك السيده شكون تجبد لي ما، انا كنت نعاود لك كل شيء وكنتي كتبكي من جهتي ولا بالنسبه لي انت دابا غير امك ضيعه في الزنقه وصافي. كنقسم لك بالله العظيم صافي، فاش انا وقف انا وياه في المحكمه هو بتكون بيكون في عمره شي 39 عام ياك؟ وفاش كنوقفوا في المحكمه كتكون معاه خالته وكيكون معاه خوه. وباش كنتي داعيه انت؟ كنت داعيه انا غير بتوبة الناس، بغيت غير ندير ولده في الوراق فهمتي؟ وفاش كنا كنوقفوا تصور كنوقف انا كاين لي تيما، كنا عندي حتى شي واحد. وعلاش كان كاري لك هو قبل م... كان كاري لك هو قبل منك منك انت حبله؟ كان كاري لي حيت فاش مشى يسول هما يقولوا لي الناس راه دابا الا مشات لعند المخزن وهي حامله غادي يشدوك، فهمتي؟ قالوا لي اما الا جلست حتى ولدت مع في التالي قال لي كل شيء هذا الشيء، فهمتي؟ وجلس ومشاكر عليا وكيصرف عليا وكيجيب لي كل شيء وكيوكلني وكيجرني، اقسم لك بالله الا نهار جو عندي المخزن فاش ولدت جو عندي البوليس والسبيطار، كان هو على برا وجا بغى يشوف ولدو هو يعيط ليا، قال لي راه جيت بغيت نشوف ولدي، قلت له شوف فلان راه جايين عندي البوليس دابا راه بغاو يهضروا معايا، يلا قالت عليا الفرمليه طقت فيه. علاش انت كانوا جو عندك البوليس؟ بغاو زعما قالوا لي واش بغيتي هاد لوالديك ما عادش تلو حيف انت، قالوا لي حد ديجا ترى لينا مشكل وحده قاصر ولده خرجت لولد وهي تقتلو. ولو كيجيو بحال هكا الا ولدت شي وحده بحال هكا كيجيو كيقولوا لك واش بغيتي ولا ما بغيتي، انا قلت لهم ولدي ما عادش نخاف لي وما دارش حتى شي حاجه، انا كنستاهل هادشي اللي طرا لي باش مضروره كنت خدامه ياك خير هاد الايامات، عندي واحد المره وكتشدني في الحاجه الصحيحه كنقسم لك بالله الا كتشدني حتى المغرب، كيتلاقوني البوليس كيقولوا لي اش هاد الوقت، كنقول لهم شوفوا حالتي عامره بالماء وعامره بليصه، وقلنا لي اللي كنت غير في الخدمه خدامه على ولدي كيقولوا لي سيري لعونك. المهم فاش تغلق الملف ديالي في المحكمه اسمح لي راه كنقز من هنا لهنا راه ما بقيتش عارف. ماشي مشكله فاطمه ماشي مشكله. الله يجزيك بخير حسني الله ونعم الوكيل. فاش قالوا لي راه فاش تغلق الملف ديالي في المحكمه مشى هو عند السيد هو يتزوج ديك واللي كان اللي معاك اللي ولدتي معاه مشى وتزوج. انت تزوج قلتي؟ غير تغلق الملف ديالي في المحكمه وهو يمشي يتزوج. ودابا عندي جوج بنات، المشكل تاعي ولدي كيقول علي الناس غير اليتيم، فهمتي؟ وهو باتي يدوز من حدا، كنقسم لك بالله الا من حدا، ومشاو الناس هضروا معاه وكيعرف هو باللي كيعرف باللي باه راه تصور مع
معايا صون عليا فاش كنت في المحكمة معاك. واش الولد انت تيعطيت قلتي لي بلي هذا هو باك؟ لا ما عمرو شافو ما عمرو شافو، ولكن هو ملي كيهضروا مع الناس تيقول لهم تيمشيو تيطلبوا تيقولوا لي عافاك. هذاك الولد ديال اللي غير سميتو راه الله كاين، راه الدنيا دايزين منها دايزين منها، وتيقول لهم هي بغات لي الحبس. انا نهار الاول قلت ما تمشيش للكوميساريه، راه نديروا شي حل انا وياكم، مشات هي كديره عند المخزن ايوا خليها تجري طوالها، هي ما عندهاش با وما غير كتسعى شنو المخزن شنو غايدير ليها، اشنو غايدير ليها؟ ما غاديش يدير ليها حتى شي حاجه، بغات المخزن تمشي لعندو بصح ماكاش يدير قال تحت فيه قال لي راه ما عندك من ديري راه حتى شي حاجه بلا ما جلسي حتى نبغي انا ندير الوراق وعاد غنديرهم. وانا بدا نشوف من واحد الناحيه ولدي كيضع وانا نمشي عندهم ساعه ما ديت منهم لا حق لا باط. فهمتي ولدي؟ الضروره باش كل شيء انا كنت عايزه. دابا 8 سنين داز على هذا الشيء دابا انت. ولكن دابا عاد الولد كيسولني ماما علاش كيقولوا الناس الدراري صغار كاملين بابا بابا وانا ما كنقولهاش. هادشي هو بعد اول حاجه وانت كتشوفيه؟ لا ديما كنشوفو هذاك بات الولد. ديما كنشوفو كيجي حتى لحداك. وما عمرك شفتيه وكان الولد حداك؟ ديما انا ولدك كنقسم لك بالله سي مصطفى الا كنكون شاده الولد كيجي حتى لحدانا وكيوقف وكيبقى تيشوف في الولد. فاش يمشيو عند الناس يقولوا لي ياك الولد بغيتي وسميتو تيقول لهم انا كنشوف فيها كنعرفها بغات لي الحبس كنكفر عليها، غير كنشوف فيها كنشك بلي مشات قالت لهم اغتصبني ودار لي وفعل لي كنكفر عليها. علاش حتى تمشي عند المخزن؟ ما عرفتش شنو هي هاد الحقرة، ما فهمتش ما فهمتش فهمتش علاش تصورت راسي بلي غادي يوقع لي واحد النهار شي حاجة بحال هاكا، ما عرفتش نتوقع ما كنحس براسي. واخا كيفاش كتعيشي انت هاد 8 سنين دابا من عمرك من ورا فاش طرا هاد الشيء كاع كله؟ كنعيش مرة خدامة في فيرما، مرة كندير الميناج عند الناس، كل مرة ما شنو المهم كنعيش ولدي بالحلال وصافي. هو عارف هادشي حيت كنخدم مع صحابو في فيرما، ما عندهم عنده هو بيكو وصحابو عندهم بيكو فهمتي، وكنخدم معاهم وتيقولوا لي راه فلانة راه خدامة معانا مسكينة راه سميتو راه كترزق على ولدها حشومة عليك سير دير معاها شي تاويل. وتيقول لهم لا بغيت ندير ولكن هي داكشي اللي دارت ليا في الميلف الا مشيت تعترفت وقلت لهم راه بنا مشيت فيها وانا ما قلت لا داكشي اللي كاين. واخا ما حاولتيش تلجئي للوساطه عند شي جمعيه نسائيه اللي تقدر مثلا تازرك تصنت ليك؟ ما عندناش يعني حتى شي حاجه فعلا. في شنو بلاصه في تالودانت؟ واش تالودانت موجودين كاينين؟ علاش ما مني سمعت تنسول الناس ربي الا كاينه شي جمعيه الا كاينه؟ ما عرفتش هادو الجمعيات النسائيه اللي في تالودان كيقدروا مثلا يتصنتوا لضحايا مثل هذا يعني بعد بالنسبه لي على اعتبار انه بنتي امراه عانيتي من العيون فعانيتي من، ولكن وبغيتي تثبتي النسب ديال 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 ولدك. انا بغيت اقسم بالله ما بغيت منه حتى شي حاجه، بغيت منه غير انا ولدي معيش والله اللي خلقه هو اللي رازقه، انا بغيت غير يكون عندي داك الجواب لولدي نتاع ماما فين بابا نقول لي ها هو داك الجواب. واخا ما عمرك هو كان كيدوز من حدا باه تجرأتي وقلتي ليه اول ما عمرني خفت يدوز من حدا شي نهار نقول لي هذا هو باك ويلقى شي نهار في الحانوت ويقول لي بابا ويدور فيه. خفت ما بغيتش ولدي نوري نحطو قد لعبة فوس اسمي تيقول لي شي نهار بابا ولا يقول لي فين انا باك ولا فهمتي؟ ما بغيتش ما بغيتيش
يعني خص يكون كان بالوراق وباش سميتو، ماشي يجي يقول لي يعني بحال هذاك اللي ما بغاش يعترف بيه. يعني يقدر يقول لي، نقول لي راه هو با كندوز من حدا 1000 مره، كنلقاه وعاقل، كنلقاه كيتقدى في الحانوت، كنلقاه كنروح واخا من غير الناس هادو اللي كيمشيو عندهم وتيقول لهم كفراتني ودارت ليا باش يبرر بانه ما هذا الشيء. دابا ما عمر كنتي شتي الراس في الراس وقلتي لي هنا راه ما محتاجاش انا شي حاجه اكثر من انك هذا الولد اللي كتفل له حقه وتتصرف شي حاجه، تصرف تعطي النفقه ديالو، هذا الشيء اللي بغيت. هدرنا وهدرنا بزاف فاش كنت كاع معاه في المحكمه، كان تيصوني عليا وكيقول لي اليوم بقيتي فيا في وسط المحكمه واقفه بوحدك وانا معايا محامي، انت يا غير المحامي عطاو عليك غير في المحكمه وما عرفاش شكون اللي تسولي وبقيتي فيا، ولكن انت اللي بغيتي هادشي. قلتها لك النهار الاول، قلت لك ما توصليهمش، وقلتها لك وقلتها لك، ولكن انت درتي داكشي اللي قال لك راسك. ايوا شتي فين وصلتي؟ كنقول لي شوف فلان، تفكر غير اشنو درت معاك، جاو عندي بوليس وقلت لك راه جايين عندي، وكون انا بنت الحرام غادي نقول لك خليهم غادي ندخلك ويجيو ويلقاوك، خدني دابا شديت حقي فهمتي. ولكن المهم كيقول لي انا كتبقي فيا بزاف، ولكن داكشي اللي بغيتي انت اللي بغيتي داكشي. للاسف انا جلست كنعيط شنو ما نقسم لكم الله السم صافي، انا دائما الصح والبكا بالليل دائما دائما البكا. ما عندوش باش يفيدك، ما عندوش باش يفيدك على كل حال. بكى على واحد الشخص اللي انا كنبكي على ولدي، حد جيت من تجربة صعيبة وكون مازال غير مات بحالي انا، مات وخلاني صغيرة. ولكن علاش كتشوفي بان ولدك هكا هو كاع دباه هو في الحياة هي، ولكن راه ما معاش، هو كاع كاين في حياته، ما معاه لا بنفقة، ما معاه لا بيشدو يحضنو، ما معاه لا بيخرجو، ما معاه لا بيتصار وياه، ما معاه لا بيصاحبو، ما معاه لا بيلعبو، باش غيكون باه بعد الأقل نتمو. وهبوا لك الله سند، راه شحال منهم ديال الأخوات اللي الحمد لله ولدوا وليداتهم المهم في ظروف معينة صعيبة كانت عليهم وداكشي قص صحتهم، ولكن الحمد لله دركوا. علاش أنت غادي تدفني راسك وتبقي تشوفيها باللي مظلمة ومغممة؟ علاش؟ انا مصطفى وكل كاين فشي بلاصه ما غاديش يهمني، ولكن انا دابا كاين حدايا فهمتي، دابا كنقدر كاع نقول لولدي، كيقول لي يا ماما فينا هو بابا، ما كنتسوقش ليه، كيقول لي يا ماما راه كنقول لبابا فلان بابا، وكنقول ليه لا ولدي هذاك راه ما تقولش ليه بابا راه ماشي بابا، وتيقول لي دابا هو تيسمع ولاد الجيران تيقولوا لباباتهم بابا فهمتي؟ وتا هو تيقول لهم مسكين بابا تيتحابهم واش سميتو بابا ولا انت، وكنقول ليه لا ولدي ما تقولش ليهم هكاك، تيقول لي بغيت انا عيط نقول بابا، وتيبقى في الحال انت حيت باقي صغير هو مازال ما عارف والو، وملي كيخرج هنايا للزنقه تشدو شي وحده ولا وكيدوز با وتيقولوا لي وليد راه هو باباك فهمتي، وكيجي بلا سميات ما محتاجينش كاع السميات حنايا. وكيجي يسمح لي وكيجي كيدخل كيقول لي ماما لالي وريك شنو شفت، كنقول لها شتي، تيقول لي وراتني فلانه وراتني بابا دايز من الطريق. لا شوف هو اجلا ام عاجلا غادي يعرف، ولا ربما كاع عارف، كيقولوا لنا شويه بدا التشاش كيدوح لنا في الاسبوع، بعض الصور بعض الناس كيقولوا لنا ربنا واخا منا من ديك اللي رباتنا او منا اللي ولدتنا كاع خفات عنا بانا شكون، هادشي تي يقدر يطرى، ولكن ايوا راه صعيب انك تبقي دابا انت مغممه على راسك هكا، حيت ما عندكش خيار سوى انك 8 سنين وانت عايشه كتخدمي على ولدك، الا هو ما غيكونش اب ما يمكنش تجبري على انه يكون اب الا بواسطه القانون اللي يمكن انه يجبره. والله العظيم نفسي مصطفي الا من 2014 النعاس ما كاينش، الماكله ما كايناش، لدرجه دابا كنهضر معاك والله العظيم الا معدتي كتوجعني بحد الاعصاب، هي الاعصاب في المعده، الناس ما عمرني عرفت شنو هو الناس، ما عمرني عرفت شنو هي الماكله، الحقره باش كنحس
اللي بقى وكيعجبني نجلس بالليل كنعس ولدي كنأكلو كنشربو كنعسو كنطلع للصباح كنبقى بيني وبين اللي خلقني وشكوالي وكنبقى كنشكيلي كنقول انت اللي خلقتي فكر شلي خدر. لكن هو مقويك الحمد لله وعطيك التيسير في العمل وخا على الصعوبة ديالو وخا كنعرف المشقة ديالو الحمد لله متاعك بصحتك. كاين بزاف الاخوات اللي ولدوا في ظروف بحالك وتهدات الصحه ديالهم ما تيقدروش ينوضوا يخدموا ما تي ربما عندهم شي ضائقات اخرين عندهم مشاكل نفسيه خايبه وخا هادشي اللي داز عليك حتى هو راه صعيب وخايب وقاصح. امك مريضه وانت داك الوضع كله اللي داز عليك ماشي سهل انما لك الحمد لله عندك. كيدرني تيقولوا دابا الناس انا الا خرجت انا ولدي تيقولوا الناس حدك فلانه هي اللي حقر حيت زعما ماما دايره بحال هكاك وحيت با ما عندهاش مسكينه حقره فهمتي قرني حقرني فهمتي وكنحس بحال كنحس حقرني وبزاف كنحس راسي ما سويت حتى شي حاجه. شوف عاش اللي عرف قدره لا ما تشوف تحد ما يمكن يجردك من قيمتك انه قيمتك ما يمكن اللي يضمنها لك الا انت الا القدر باش كنتي كتعاملي مع نفسك. والا انت حسيتي في واحد المكان باللي ولا في واحد البلاصه اللي راه ارض الله واسعه تقدري تشوفي شحال من حاجه تقدري تشوفي شحال من طريق وراه منك عدد من الاخوات اللي عشنا معهم هذه القصه وقدروا انه يتجاوزوها. ولكن انا الحمد لله ما زعما دابا خدامه وبخير ولكن غير كنكون جالسه وكيجي الولد تيقول لك حق راه داز من حدايا با راه وراتو ليا فلانه الناس كنخرج في الزنقه كيقولوا لي ليتين فهمتي هادشي هو اللي كيقهرني علاش تيقولوا لي هذا واقع. شوف هذا واقع علاش هو يحقرني بحال هكا. شنقول لك لفاطمه هذاك الشيء اللي كيقهرني واش هو بغى اللي حقرني اختو. ولكن راه هذا دابا شوف دابا الناس الا جيتي تبعي واحد العدد من المنظور ديال الكلام الناس راه كاين اللي كيقولوا كثار من اليتيم هو فعلا يتيم راه يتيم لانه للاسف يتيم الحيين لانه ما عندوش الاب ديالو الابوه ما كايناش. فين هو؟ انا خويا مصطفى الى الاير والبارح قارتني واحد المرة كنبكي تشبعت بغات تعيط عليا ما تقول لي اجي وكتقول لي ما عرفتش واش نقول لك واه البنت ولا واه المراه ولا قلت لها اللي بغيتي قولي قالت لي لا حيت ما طيحش عليك النكاح ولا ما بقينا حايرين فيك ما بقينا عرفنا باش غادي نعيطوا لك وتا ما عنديش سميتي. اها هادشي صعيب صعيب بزاف لان كنعرف شوف هادشي هذا شوف هذا واحد الواقع ما نقدرش نقول لك ما كتعيشوش شحال من مرا في وضعيه بحالك ولكن راه ما عندكش خيار سوى انك تبدلي زي كما كنقولوا يعني تبدلي البلاصه يا تعول تدير شي حاجه مثلا وصاحبك ولدك الحمد لله باقي ربي عاطيك الصحه 27 سنه تقدر دير شحال من حاجه في حياتك راه شحال منهم حيت القرايه ما كايناش فين باش غادي نخدم باش غادي ندير شحال من حاجه وانا ولدي ما نقدرش نخلي حتى شي مربيه والوالدين ما قراوناش ما عرفش حتى شي حاجه. ولدك دابا شحال عمرو 8 سنين 7 سنين 7 سنين ما ندخلو للمدرسه. ودابا انت شنو كتدي معاك لهذيك البلاصه اللي انت خدامه فيها وش؟ لا كنخلي على اختي وكنمشي كنخدم من 8 تاع الصباح حتى العشيه لا كاين غير في الدار ولكن كنت نقول لك اليوم ما يشدش فيك غدا. وعلى كل حال حتى هذا الولد راه ما يبقاش محتاج للشدان راه غادي حتى هو مره يبدا يتحمل مسؤوليته في شحال من حاجه والحياه راه بشويه كتجي. مشيت واحد هضرت مع واحد السيد هنايا حتى هو خدام مع المخزن مشيت دويت معاه في رمضان كنبكي عليه ترفعت ومشيت لعندو ما شعرتش مشيت لعندو بكيت عليه قلت له الله يرحم لك الوالدين غير عيط لي قال لي انا كنت كنسمع عليك راه عندك مشكل مع شي واحد وسميت قلت له الله يرحم لك الوالدين ما كان معسر حالتي ما عالم بها غير الله مش عيط لي هو يقول لي انا من طرف فلانه جي راه بغينا نهضرو معاك هو يقول لي قال لي صافي غادي نجي غدا في الصباح وملي كيسوني عليه داك السيد قال لي راه فلان دار معانا وما جاش دار معاهم وما جاش ضحك عليهم
قال لهم غادي نجي ودار معاهم وما نجيش. وهو انا بس تدريت فاش مشينا المحكمة مشكلة قال عند راه شكون كيفاش وكيل المالي قال عنده راه الا كان ولدي غادي نديرو في الوراق ويقول لي يكون راجل صاحبي يقول راه هذاك ولدك نقول اخي غير من الله وانا جالسة ويقول لي الا كان ولدي غادي يقول لي كيفاش الا كان ولدك قلت له ولدي قال لي المهم غادي نديرو في الوراق وفاش مشينا لجلسة الكبيرة بقيت دار محامي وبقيت يدخل ويخرج في الهضره هو ما عطاش اصلا محامي هو اللي كيهضر كيقول شي هضره ماشي تا اللي صافي وخرج. وانت كان معك شي محامي ولا ما كانش معك؟ محامي هما اللي داير لي محامي وفاش كبرت الجلسه كتسول فينا هو المحامي وواحد تيصيفطني الاخر. وما طلبوش على كل حال كنت داك الشيء واش نسولك زعما واش ما طلبوش هما انه امر المحكمه باجراء الخبره باش يعرفوا شكون هذا هو المشكل. انا فاش كنت في المحكمه الكبيره مشيت على الاسره كنا فيها وقينا كان سميتو وهي تقول لي واحد النائبه راه هذا غادي يدخل الحد قالت له غادي يطلق الملف قلت لها لا انا ما بغيتش الحبس انا بغيت يدير ولده غير في الورق قالت لي وسيري المحكمة الاسره وعاودي جددي ملف باللي بغيتي لا دي ان ومشيت للمحكمة الاسره ودرت كل شيء داك الشيء اللي خصو يدار وصافي وما عرفت ودايرين في الملف فساد وهو يخلص الفلوس وهو يطلق الملف هو عيط ليا ايوا دابا سيري عاوتاني جري جراك ونجي تاني وما تدي مني حتى شي حاجه قلت ليه واخا انا يخلص لي اللي بغيتي ولكن عند الله ما عندك ما تخلص. دابا انت في حياه دابا انت في هاد 27 عام في عمرك دوزتي في فيرمات هادي هادشي اللي كتعرف تدير في حياتك زعما هادشي اللي هادي هي خدمتك هادشي اللي قدرتي انت تعيشي به حياتك. اولا نعاون الناس في الديور شي مره نخدم عندها صافي حيت مع مني قريت مع مني دزت من المدرسة. ما عمرك كاع شتي حتى المدرسة كيف دايرة؟ مع مني شفتها ودابا مشكل كيقولوا دابا راه الدراري صغار غادي يقراو بالتليفون وانا كنقول شكون غادي يقرا ليا مع ولدي وانا ما عارفة حتى شي حاجة. خويا هرب من شرق طازة فاش خدام عيا ما يقول ليا الولد راه ماشي بحال البنت قال لي البنت كتصبر وما عمرو غادي يصبر قال لي ناري كبر كل شيء هذا الشيء وجدتي له. شكون اللي كيقول لك هذا الشيء؟ هو خوك خويا واحد الشيء يمكن تسولوا البنت وتسولوا الولد على كل حال تيقول لي راه البنت كتصبر وكل شيء حيت البنت حنينه ولكن الدري قال لي ما عمرو غادي يسمح لك قال لي ناري كبر ويعرف شي حاجه راه ما غاديش يسمح لك ولا غادي يعرف درتي مع شي حاجه بحال هكا غير كتعذبي في راسك. لا ولكن هادشي تيبقى لا هو شوف هاد المسألة هي ما كترتبطش بالسماء لأن خصك تكوني مصالحة مع نفسك وغادي تكون الوقت اللي هاد الولد لأنه على كل حال هاد الولد آجلا أم عاجلا إلا ما قلتي لنا بأن الناس كيقولوا لي هذا هو باك لك ارتباطوا به وعلاش وكيفاش علاقتكم وداك الشيء يمكن ربما يبدا يستفسر على هادشي من بعد لكن الحمد لله غيلقاك أنت بعدا مو حداه معاه مع زرات ديري شي حاجة في حياته بصح ولكن الولد انا كان ما عادش هما الناس شتو كيحاولوا يفهموني زعما يقولوا راه حقا هو غادي يتسمى ولد حرام فهمتي دابا هذا واحد النوع تاع ديك الحاجه اللي ما عادش يتقبلها هما داكشي اللي كيحاولوا يفهموني تيقولوا لي راه هو ملي يكبر ما عادش يتقبل حقا انا ولدتي غير شرعي. هاد الولد محتاج الام ديالو محتاج الاب اللي ما كاينش اللي ما لقاهش معاه واحد الوقت غادي يدرك بانه امه كانت هداه وباه ما معاهش راه شحال منهم عشنا معاهم هادشي شحال منهم مواتهم الموالي تكفلوا بهم في غياب الاب بحال هاد الوضعيه ديالك نيت بصح انا تقبل ولادو انا اصلا ديما كنسمع عليك ماشي غير انا الاولى ولا انا الثانيه بزاف ولادهم كيدركوا بان مواتهم هما اللي كانوا معاهم ما كانوش معاهم باواتهم هذا واقع سكيت تفعلي معاه والحمد لله ترعي الولد ديالك تهتمي به
صحيح ملي كتجي شي حاجه مصطفى من عند بنادم ما كتقبلهاش، الا جات من عند الله مرحبا، باش تجي من عند الانسان ما كتقبلهاش. شي حاجه جات من عند الله بحال شي مرضي، شي حاجه كتقول الحمد لله وشكرته، مي الا جات من عند الانسان كتحس بحال الحق وراه بحال انت كتحاول شتى كتعيا ومن بعد كتفكر. لا باين لي خدامه مع الناس اقسم بالله، الا كتقول لي المراه وماش كنتي لي ما حقلك غادي ما كايناش في هذا العالم، فين مالكي؟ تصور معايا عايشه بحال ما عايشه، انا نهضر مع الناس شنو غادي ندير، نمشي ندخل الكوزينه ولكن عقلي ما كاينش. وشنو اللي مسيطر على عقلك بزاف؟ ولدي، كلشي ولدي، ولدي كنفكر فيه من هنا، واخا من تبعلك ما ربي تما كنفكر من بعد من اللي كبر كلشي كيتخيل ليا قدام عيني، غيسولني انا ماشي انا ولدي. ولكن راه هذه راه واحد الصوره مرعبه حاطها قدامك، صوره متوحشه. لانه في نهايه دابا هاد الصوره اللي حاطه قدامك هي صوره متوحشه مرعبه، بان ولدك غيدير لك غيفعل لك. راه كاين اوقات اللي رب كاين وقت اللي راه شحال من واحد كيمشي، وهذه نصيحه ماشي غير الاخت فاطمه مثلا، يمشيو عند بسيكو عند البيدو بسيكياتر، راه كاينين بزاف الاطباء اللي تيكونوا مثلا نفسانيين ديال الوليدات الصغار، كيقدروا مثلا يحاولوا يعاونوا الاباء بحالك بحال هكا، يقدروا هذا يعاونهم. انما هذا واحد الواقع، ولدك غيعرفوا اجلا ام عاجلا، وربما راه بدا كيعرفوا غير ما بغاش يستفسر، ولا حتى هو نفسيته ما عرفش كيدير هو بعدا في الولد بعدا معاك انت ومع مو مع ديك المريضه نفسانيا، كيدير هو بعدا الولد. الولد دابا كيشوف ما كدير شي تصرفات ماشي هما هذيك، كيقول لك ماما علاش جدك كدير بحال هكا؟ كنقول ليه دابا تعرف ولدي، تيقول لي لا، كيقول لي علاش نتوما ما كديروش بحال هاد التصرف وهي كدير بحال هكا؟ بحال تصور معايا خويا مصطفى الا شفت شتا التلفازة كتقول لك كتروح شتا على برا، كتقول لك على وقت الشتاء هادي واه كتروح شتا على برا، وتيقول لها ولا راه كاينه غير في التلفازة ما كاينوش على برا، وكيبقى كيضحك. وكيقول لي علاش كتهضر بحال هكا؟ كنقول له دابا تعرف ولدي راه هي مسكينه مريضه شويه، وتيقول لي مريضه راسها ما سخونش كيفاش مريضه؟ فهمتي؟ المهم كي لا كيعرف وما كتعرف المشكله، كتبغي اختي تخدم، اختي لا بغات تخدم، انا كنجلس في الدار حيت ماما كتعرف لتا شي حاجه، ما كتعرف تسلق لي الطبيبه، ما كتعرف لتا شي حاجه. لا ليها لا لولدك، لا ما كتعرف حتى شي حاجه والله العظيم، كتعرف غير تحل الروبيني الا بغات تشرب صافي، هذا الشيء هو اللي كتعرف، ما تطيب شي حاجه والو. ودابا مسكينه كتبقاو على ديك الحاله، هي ديما دايعه. لا دابا مع الحجر الصحي، من غير لا من قبل الحجر الصحي كيفاش كتعيش حياتها؟ كتبقى دايعه، تسب في الناس، تعاير فيهم، تدخل عليهم، حاشاك بعدا مصطفى. وصافي كتبقى بحال هكاك، هو شحال من مرة تلاقات معاه وكيشدوا على الناس، كيقولوا لي راه هو فلان اللي تكرفس لك على بنتك، وكتمشي عنده وكتبقى كتعاير فيه وكتسب فيه، لدرجة شتا كاع واحد السيد هاد الأيام دخلت قبل من الحجر الصحي، دخلت عنده المحل ودير المحل تاع المكياج، دخلت عنده بقات تتهضر معاه وكدير بغيت دوك التصرفات ديالها باينة فيها سميتو، فهي كلشي كيعرفها هادي، وبقى وهو يصور هذا ليها فيديو ويلوحو في الفيسبوك. وعرفتي فاش جانا الفيديو كلشي تاني كيبكي في الدار، كلشي تما فين خويا صافي قال لك هاد المدينة ما نزيدش فيها أنا، كلشي غير الحق وراه كلشي غير، فهمتي؟ ومشى خويا كيد لحالي تما ما لقاش بكينا تاني في الدار مشكلة، وريتها الفيديو قالت لك الله صوروني، شكون اللي صورني؟ تيصوروني الناس، قالت لك يعني أنا عزيزة عليهم. ما هو صورها باش يتهكم عليها مسكينه. هو ملي هضر مع الناس قال لهم والله العظيم انا ما عرفتش واش عندها ولادها، انا كتبان لي السيده كتستفز، بقى كنقول لها هذه راه مستحيل يكون عندها ولادها. وفي جميع الحالات لاش غادي يصورها في ذاك الواقع كاع ولاش غادي؟
والله تحكم عليها بداك الشكل للاسف. صورها ولحها وصافي، وبيكون كلشي شاف الفيديو، كلشي صيفطوا لينا، جاني انا في تليفوني، جا اختي والناس يقول لنا هذا الشيء، شكون هذا، خصكم تمشيو ليه، خصكم ديروا، خصكم تفعلوا، ما درنا حتى شي حاجه، سلمنا امرنا الله سبحانه وتعالى، واللي ما كيحقر حد. اه هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، هذا هو كل شيء. حلايا يا سيدي الله. وعندك شي سؤال لينا؟ شنو بغيتي شي حاجه تفسري عليها؟ عندك شي حاجه تبغي تسولي؟ بغيت انا غير نسول على واحد الحاجه خويا مصطفى. هو انا كنحس بحياتي ضاعت، ما بقاش عندي امل حتى شي حاجه في الدنيا، حتى شي حاجه ما بقيت بغيتها. علاش كتشوفي راسك في هذا الاحساس؟ دابا خلي ولدك وخلي داكشي، انا بحال كتكلمي لي على راسك. علاش كتحسي هذا الاحساس باللي صافي انت ما بقات عندك الثغرات كاع بالحياه؟ النفسيه ما مرتاحش، وما عمرها غادي تكون مرتاحه، صافي فقدت الامل في كل شيء، في كل شيء. الله فعلا قال لك الله ما كيبغيش اللي انا ما قنطش من رحمه الله، ولكن صافي عييت من كل شيء، عييت من كل شيء والله العظيم، ما بقيتش كنفكر. اشنو هو هذا كل شيء اللي انت صافي هدك كاع؟ دابا حنا ما قال الولد شي جاي من كل جهه، سي مصطفى جايه من القرايه ما كايناش، وعاد الساعه كل شيء كيمشي غير بالقرايه، جايه من عيالة تخدم عندهم تيدمروا بك على ود 50 درهم، جايه الام انا بصير ما تحضرني وتقول لي مالك بنتي، صبر ما كتشوفني كنبكي، وكتبقى كتشوف فيا وكتقول لي ما عمرها قالت لي جبتي لحد ما كنتي كتبكي مالك عاودي لي المشكل، ما عمرني حسيت بالأمومة لحياتي كاملة، والناس هما اللي كبرونا وكانوا تيلبسوا لينا تيخرقونا وكيديروا لينا كلشي، والعيالات كيدبروا لك حتى كيعياو ويلحوا لك 50 درهم صافي، ويلحوا لك الشياطه ويقول لك سيري الله يعاونك تنبغيوك تاني ونعيطوا لك. عييت من دابا كان عندي غير راسي، وكنت بعدا كنديباني راسي، نخدم وقت ما بغيت، خدمت ديك كامزه في الفيرمان، نشد ديك 25 ناس، دابا لا ما عمرني خصني الناس، دابا ولات عندي مسؤوليه. اها صافي عييت من كل شيء الصراحه، حيت ما نكذبش عليك السمسم، ما بقيتش تدير ليا حتى شي حاجه، دور في حياتي حتى شي حاجه. واخا خليك مع نفسي، واخا انا في الحقيقه طلبت المعلومات ديالك، قلتي لي بلي ما حافظاش حتى المعلومات ديالك. كيفاش؟ حيت انا طلبت قبيله باش ناخذ البيانات ديالك. معليش خليك معنا دابا. شكرا لك فاطمه. انا طبعا سمعت لك فاطمه من تيرودانت، ومن دون شك يعني لا انا لا واحد العدد ديال الناس طبعا اللي سمعوك، ومن دون شك طبعا غادي يتواصلوا معك ومع واحد العدد ديال المتتبعين اللي كلنا غادي نقابلهم دائما ضمن هذا المشوار اللي احنا بديناه في قرابه العاشره وبضع دقائق يعني من تواصلنا، ومازال اللقاء ديالنا هذا متواصل بالساده المستمعين في برنامج سمير الليل على ام اف ام، حيت هذه دابا 12 الليل فيها مصطفى الهرده، تحياتي انايا ورضا في استكمال البث المباشر لحلقه هذه الليله.